بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الجاستريك تيومرز. وأنا اسمي حنان عبد الله. تعالوا كده نشوف الأول هنتكلم عن إيه. هنتكلم عن الأناتومي أوف ذا ستومك، البناين تيومرز، هنتكلم عن البوليبس واليوما يوما، وهنختم كلامنا بالمالجنانت تيومرز. بس هنبدأ بالجاست والليمفوما، هما less common طبعا عن الأدينوكارسينوما، بس ده علشان نخلي الأدينوكارسينوما في الآخر يبقى المين بالك كده. إيه على بعضها، نبدأ كده بالأناتومي. بسم الله. أولا إيه relations بتاعة الاستومك؟ الاستومك ليها anterior, posterior و superior relations. ال anterior relations بتبقى عبارة عن الابدومينال وال والليفت كوستال مارجن. الليفت كوستال مارجن بيبقى ماسك فيه دايفرام ومكمل فوق الاستومك، فالدايفرام بيبقى موجود انتيرير وسوبيرير للاستومك. والليفت لوب اوف ذا ليفر، فممكن نقول ان اهم ستراكشر كده موجود هو الليفت لوب اوف ذا ليفر انتيريرلي. طيب بوستيريرلي، بوستيريرلي عندي اللاسر ساك، وعندي زي ما احنا شايفين كذا ستراكشر مهم، منهم البانكرياس، ترانسفيرس كولون بالترانسفيرس ميزوكولون، السبلين مع السبلينيك ارتري، والكدني مع السوبرا رينال جلاند. يعني هم كلهم نعتبرهم اتنينات، البانكرياس مع اللسر ساك نحطهم كده مع بعض، والترانسفيرس كولون مع ترانسفيرس ميزوكولون، سبلين مع سبلينيك ارتري، الكدني مع السوبرا رينال جلاند. ده بالنسبة للريليشن. طيب بالنسبة للليمفاتيك درينج، الليمفاتيك درينج بتاع الاستومك بيبقى كبير أو كتير. ممكن نقول من باب التسهيل علينا إن هو بيتقسم لفور ليفلز. أول ليفل ده بيبقى موجود باراكاردياك زي ما احنا شايفين، اللي هو الليمف نودز اللي حوالين الكاردياك ريجون، اللي هو الجزء اللي فوق بتاع الاستومك، اللي هو جزء الجنكشن بين الاسوفاجس مع الاستومك، ده اسمها الكارديا، فاسمها الباراكاردياك ليمف نودز سواء رايت او ليفت. بالاضافه ان بيبقى فيه، وزي ما قلنا في البوستيري ريليشنز، ان فيه لسر ساك، بيبقى على طول اللسر ساك عندي عندي ليمف نودز، وعلى طول الجريتر كيرفيتشر. كل دي الليمف نودز بتاعت الليفل 1 بتبقى عبارة عن الباراكاردياك والليسر ساك مع الجريتر ساك، والليسر ساك مع الجريتر كيرفيتشر قصدي، وبيبقوا فيه حوالين البايلوريك، سوبرا بايلوريك وانفرا بايلوريك. يبقى لو جينا نجمعهم هنقول ان هما اتنين كارديا، ليفت ورايت كارديا، واتنين ليها علاقة بالكيرفيتشر أو الساك، واحدة لسر ساك والتانية جريتر كيرفيتشر، واتنين ليها علاقة بالبايلوريس، سوبرا بايلوريك وإنفرا بايلوريك. كل دول تبع ليفل 1. أمال ليفل 2 إيه؟ ليفل 2 أكتر هنلاقيها تبع أرتريز، اللونج جاس ال ال بسم الله الليفت جاستريك أرتري، والكومن هيباتيك ارتري، السيليك اكسس، السبلينك هايلم، والسبلينك ارتري. معلش هو الموضوع الجزء ده محتاج حفظ شوية يعني، فاحنا نحاول كده نحفظه مع بعض. انا قعدت احاول ادور على صور كتير ليه بس بصراحة ما لقيتش، فتعال ناخدها واحدة واحدة كده تاني. احنا قلنا ان ليفل 1 ده بيبقى عبارة عن حوالين الجونكشنز، او يعني حواليها كده، حواليها ده اللي هو هيبقى فين، حواليها ده اللي هيبقى حوالين الكارديا وحوالين البايلورس، ليفت ورايت باراكارديا وسوبرا وانفرا بايلوريك، وعند اللسر ساك وعند جريتر كيرفاتشر. كل ده بتاع انهي ليفل؟ بتوع ليفل 1. امال ليفل 2 دول انهي؟ دول قلنا اللي هيبقى تبع الارتريز. انهي ارتري؟ ليفت جاستريك ارتري، كومن هيباتيك ارتري، سيلياك اكسس، والسبلينيك هايلم مع السبلينيك ارتري. أمال ليفل 3 ده بيبقى فين؟ ده بيبقى حوالين الدودونم والبانكرياس، في هيباتو دودونال ليجمنت هو بيبقى حواليه الليفل 3، وال behind الدودونم والبانكرياتيك هيد، بالإضافة للسمول باول ميزنتري، وآخر جزء هو البير أورتيك والميزوكوليك. معلش معلش، يعني هو 4 ليفلز. أول ليفل بيبقى عبارة عن
حاجات حوالين الاستومك نفسها، حوالين الاستومك يعني حوالين الجنكشنز اللي هي عند الكارديا والبايلوريك، وعند الـ ممكن نقول المحيط الاستومك اللي هو الجريتر كيرفيتشر. نكمل كلامنا عن ال عن الليمفاتكس. قلنا ان الليمفاتكس بتبقى عبارة عن 4 ليفلز. اول ليفل زي ما قلنا هو هو الحاجات اللي حوالين الاستومك نفسها، اللي هو اللفت والرايت باراكارديا، السوبرا والانفرا بايلوريك، واللي حوالين الجريتر كيرفيتشر، واللي عند اللسر ساك. طيب الليفل اللي بعديها على طول هنبدأ نمشي حوالين الارتريز، اللفت جاستريك ارتري، الكومن هيباتيك ارتري، السيلياك اكسس، والهايلم بتاع السبلين بالسبلينك ارتري. بعديها ننزل شوية أو نكبر شوية، هنكبر نروح للهباتودودينال ليجمنت، و behind الديدنم مع الهيد اوف بانكرياس. شايفين هنا الديدنم مع هيد اوف بانكرياس، يعني الأول كان حوالين الستومك، بعد كده طلعنا حوالين الأرتريز، بعد كده نزلنا عند الديدنم بالبانكرياس، ونزلنا بعد كده تحت عند الميزوكوليك والبارا أورتيك. بالنسبة للإنرفيشن في الستومك بتبقى إنرفيتد بالباراسيمباثيتيك والسيمباثيتيك. الباراسيمباثيتيك زي أي باراسيمباثيتيك هو بالفيجاس نيرف، وهي 90% من الفايبرز بتاعة الفيجال ترونك بتبقى عبارة عن افرنت، بتبقى رايحة للاستومك. أما السيمباثيتيك هو بيبقى السبلانكنيك نيرف، وده بيبقى طالع من السباينال سيجمنت T5 وT10. بالنسبة للبلود سبلاي بتاع الاستومك عبارة عن ايه؟ عبارة عن left gastric، ثانية واحدة كده لسه، عبارة عن right gastric و left gastric arteries. و right gastro omental أو ليه اسم تاني، الاسم التاني بتاعه هو الجاسترو epiploic، gastro omental أو gastro epiploic، هو المكتوب في الكتاب gastro epiploic، فخلينا زي الكتاب. يبقى right و left gastric artery و right و left gastro epiploic arteries و short gastric arteries. تمام، نسيبنا من الهيباتيك والسبلينيك، أنا ليا دعوة بالأربعة اللي تحت دول بالإضافة للشورت gastric arteries. تمام، طيب إيه اللايرز بتاعت الاستومك؟ الاستومك عبارة عن 5 layers زي ما احنا شايفين. احنا عايزين، معلش الماوس بيغلى شوية، زي ما احنا شايفين هنا هي عبارة عن ميوكوزا وصاب ميوكوزا وماسكولوزا وصاب سيروزا وسيروزا. يعني لو بادئين الستومك من الانر سايد من جوه كده لبره، اول حاجة في ده يعني ده اليومن بتاع الستومك، هلاقي اول حاجة في وشي عبارة عن الميكوزا، كل دي عبارة عن ميكوزا، شايفين كبيرة قد ايه، وده علشان تستحمل ال HCL اللي بيبقى جوه. وبعديها صاب ميكوزا، عندي بعديها الماسكولوزا الماسل لايرز، صاب سيروزا، واخر حاجة السيروزا دي الاوتر موست لاير. طيب الميكوزا عندي بتتقسم ل 3 بارتس. اول بارت هو عبارة عن السيرفس ابيثيليوم، لامينا بروبيا، والجزء اللي تحت خالص فيها هي عبارة عن الماسكولاريس ميوكوزا، يعني جزء كده muscles موجود فين، موجود جوه الميوكوزا. تمام، هو كل ده كلام عبارة عن revision بس للأناتومي اللي احنا already عارفينه. اللايرز هم 5 زي ما قلنا، أكبر واحدة فيها هي الميوكوزا، وده كلام يعني متوقع او كلام منطقي، لان زي ما احنا عارفين هو في HCL جوه الاستومك، فانا محتاجه ان الديفنس ميكانيزم بتاعه الاستومك تبقى كبيره علشان ما يحصلش ألسر او مشاكل بسبب الاسيديتي. وده بالنسبه للنرفيشن زي ما قلنا ان هو باراسيمباثيتك بالفيجاس، اما سيمباثيتك بالسبلانكنيك نيرف اللي طالعه من T5 ل T10.
تمام. طيب بالنسبة للبناين تيومرز بتاعت الستومك، الستومك بيطلع فيها بولبس أو ممكن يطلع فيها ليوميومس زي ما احنا قلنا. تعالي ناخد كلمتين كده عنهم. التيومرز هو عبارة عن بناين ومالجنت. البناين epithelial، طالع من الإبيثيليوم عبارة عن gastric polyps، أو طالع من الميزينكايمل وعبارة عن ليوميومز، يعني تيومر طالع من المسل لايرز الموجودة في الاستومك. المالجنت عندي primary و secondary. البرايمري عبارة عن adenocarcinoma، ودي بتمثل 94% من التيومرز بتاع من المالجنسيز بتاعة الاستومك، يعني هي تقريبا مسيطرة على كل حاجة. الليمفوما عبارة عن 4%، والجاست اللي هو الجاسترونتستاينال سترومال تيومرز عبارة عن 1%. السكندريز بتبقى طالعة من التيومرز اللي حوالين الاستومك وبتعمل انفيجن للاستومك. تمام، دي التقسيمة زي اي تقسيمة لأي تيومر، بناين ومالجنانت، المالجنانت برايمري وسكندري، وشوية ديتيلز كده حسب كل أورجن احنا فيه. بما اننا في استومك فهيبقى عبارة عن بولبس طالعة من الابيثيليوم، ليوميوما من المسلز، والمالجنانت البرايمري عندي الادينوكارسينوما هو الموست كومن بنسبة 94%، في ليمفوما، في جاست، وفي سكندريز كمان، بس الادينوكارسينوما هي موست كومن مالجنانسي موجود في الاستومك. الجاستريك بولبس بقى عبارة عن ايه؟ هي في منها two types. هو عبارة عن أول type هو عبارة عن hyperplastic polyps، وده معناها إن هي عبارة عن hyperplasia، إن زيادة في الجروث، زيادة في السايز بتاعة ال glands اللي already موجودة. أو في adenomatous polyps. ال adenomatous polyps دي ده type تاني، بيبقى فيه منه نوعين في الهيستولوجي، تيوبولر وفيلس. الفيلس بخاف منه لان ده يعني عنده لايبيلتي اكتر ان هو يتحول لكانسر. هو الانسيدنس بتاعها يعني غالبا بتبقى اي سيمتوماتيك، فلو الشخص بيعمل ابر اندوسكوبي لاي عرض تاني ممكن يشوف البوليب بالمره. ده بيحصل في 2-3% من الكيسز من اللي بتعمل upper endoscopy، بس ساعتها بيكون ال upper endoscopy الحاجة غير البوليب، لأن هي أصلا طالما صغيرة وكده بتبقى ملهاش أي symptoms. كل ما زاد ال age بتاع ال patient كل ما زادت ال incidence أو زادت احتمالية إن هو يتصاب بالبوليبس. هل بخاف من البوليبس في حاجة؟ تعالوا نشوف. لو هي small polyps مش بخاف من حاجة لأن هي already asymptomatic. لو هي large polyp طالعة من الاستومك جوه التجويف بتاع الاستومك، فأنا خاف إنها تعمل bleeding لأن ممكن تعمل erosions أو تعمل ulcers كده جوه، هي نفسها يحصل فيها erosions أو ulcers وتبدأ تبليد. لو هي large polyp زي ما قلنا هنخاف إن يحصل bleeding بسبب الايروجنز، بسبب الالسرز، بسبب ان البوليب هتبقى ضاغطه على الاستومك من فوق فتبدا تاثر على البسلز وتعمل بليدنج. طيب لو هي فيري لارج بوليب وموجوده في الديستال بارت اللي اوريدي بيبقى صغير عند البايلورس، ساعتها هتعمل obstructive symptoms. تمام. طيب لو البيشنت جايب بوت جوجرز سيندروم، البوت جوجر سيندروم ده اصلا بيبقى بيشنت جاي لي بولبس. البولبس دي موجوده في الجي اي تي كلها، في السمول انتستنت وفي الاستومك وفي كل حته في الجي اي تي، بالاضافه ان بيبقى جاي معاه ميلانوسس، يعني بيبقى كده مبقع وشه مبقع، الميوكس ميمبرينز مبقع فين في اللابس وفي البالم، وبيبقى جاي معاه انتسسبشن وبليدنج. الفكرة إن الشخص اللي عنده بوت جيجر سيندروم البولبس نفسها بناين، مفيش منها خوف، بس بما إنها سيندروم فهو البيشنت بيبقى في ريسك إن هو يديفلوب كارسينومز في أماكن تانية، في ليفر أو ستومك أو بنكرياس، بس بعيدا عن البولبس، ملهاش علاقة بالبولبس، مش البولبس اللي بتتحول لمالجنت، دي بتبقى حاجة رير.
بالتالي لو جالي في الامتحان الإساي بيقول لي عايز شورت نوت عن الجاستريك بولبس، هنقول إن الجاستريك بولبس دي بتبقى found incidentally في الأبر إندسكوب بنسبة 2-3%، الإنسيدنس بتاعها بينكريز with age. دي الكلمتين اللي هنقولهم في الأول. بعد كده هنقول number one types hyperplastic وadenomatous، number two السيمتومز لو small asymptomatic، لو large يبقى فيه bleeding بسبب الإيروجنز، لو very large وديستل هيبقى فيه obstruction. لو هي جاية من جزء من بوت جوجر سيندروم ساعتها أنا أخاف إن يحصل كارسينوما في الليفر أو الاستومك بالساينز والسيمتومز بتاعتها، إن إحنا نكتب بقى فيه weight loss unintentional، إن في loss of appetite ونوزيا وvomiting وكاشاكسيا وكل الحاجات بتاعت الكانسر. طيب بالنسبة للتريتمنت اللي هو آخر بوينت هنبقى بنتكلم عنها في الإساي، لو هي صغيرة بنعمل endoscopic excision، بندخل بالإندوسكوبي وبنبدأ نشيل البوليب دي، ولو البوليب أكتر من 2 سنتي بتبقى سهل إن أنا أشيلها. طيب لو البوليب كبيرة أو البوليب villous type اللي هو اللي أنا بخاف إن هي تتحول لكانسر، الفيلس ده بتبقى سيسل يعني من غير بيدانكل، يعني بتبقى من غير رقبة، الكلام ده اتكلمنا عنه بتفاصيل شوية في السمول انتستنت، يعني من غير رقبة، فالأفضل إن أنا ما أشيلهاش بإندوسكوب، لا أنا أدخل أوبريشن وأشيلها بسيفتي مارجن وأشيلها كلها عشان ما أسيبش ريمننت تعمل لي بعد كده كانسر وتعمل لي مشاكل إحنا مش قدها. دي صورة للبوت شجر سيندروم، زي ما احنا شايفين التنقيط الأسود أهو ده، الميلانوزس موجود على اللبس، الأورال ميوكوزا من جوه وموجود في البالم، وده اندوسكوبي دخل جوه السمول انتستنت في بولبس، وبتبقى برضه في بولبس في الاستومك بالإضافة للانتسسبشن. تمام. تاني حاجة هو البناين تيومرز اللي طالعة من الميزنكايمال تيشو، وهي الليوميوما. الليوميوما الانسيدنس بتاعها أعلى من البوليبس، بلاقيها بنسبة 16% للأوتوبسي، يعني الإنسان بعد ما بيموت وبنبدأ نشرحه ونشوف اللي جواه بنلاقي 16% من الكيسز كان عندها ليوميوما. هي بتطلع من السموث ماسل بتاعة الجي اي تي، وصعب ان انا افرقها بين افرق ليوميوما من ليومايوساركوما. هم غيروا اسم الليوميوساركوما للجست جاسترو انتستاينال سترومال تيومر. الليوميوما بتبقى بناين وبقدر افرقها عن الجست عن طريق بس الميتوتيك اندكس. دي حاجة كده تبع الكلينيكال باثولوجي، بيبدأ يدخل يشوف الميتوتيك ديفيجنز قد ايه ويقارن النورمال بالابنورمال ويشوف انهي اللي فيها اكتيفيتي اكتر، اللي فيها اكتيفيتي اكتر ساعتها دي تبقى حاجة مالجنت. لو هي لارج وبروترودينج ليجن، هلاقي ان السنتر بتاعها فيه ألسر، فهلاقي في الكلينيكال بيكتشر ان انا لما البيشنت بيشتكيني من الاعراض بتاعه الالسر بالابيجاستريك بين بقى، بالنوزيا، بالبرنينج سنسيشن اللي بيحسوا بكل حاجه، والايروجنز دي غالبا بتعمل بليدنج، فممكن الاقي جاي لي من ضمن السيمتومز بتاعته او الكومبلينت بتاعته ان هو بيبليد. البليدنج ده ممكن يبقى اوكلت اللي هو في بلاد انستول مش باين بالعين المجرده بس باين في صوره انيميا، بلاقي الانسان ساعتها بيل، بلاقيه مش عارف يركز بكل الدش اللي ممكن نقوله تبع الانيميا اللي هو البالور بقى، loss of concentration، memory loss، easy fatigue ومش عارفه ايه. او البليدنج ده ممكن يبقى في صوره hematemesis، وان هو بيبقى في اللي هو vomiting of blood. هي بما انها بناين فانا مش بخاف منها، ولما بشيلها اكسجن بسيفتي مارجن من 2 ل 3 سنتي عشان خليني في الاضمن، لان ستيل انا مش عارفه افرقها من المالجننت، فانا مش محتاجه يعني انا مش محتاجه اشيل الاستومك كلها، بس خليني في الاضمن ان انا لما اشيلها اشيل حواليها سيفتي مارجن، ده مش هيخسرني في حاجه ابدا.
كده احنا اتكلمنا عن البلاين تيومرز واتكلمنا عن الاناتومي. دلوقتي هناخد كلمتين تلاتة كده عن الجست والليمفوما ونبدأ نفصل في النص شوية. الجست ده عبارة عن تيومر او مالجنن تيومر علشان نبقى دقيقين اكتر، طالع من الكاجال سيل. الكاجال سيل دي الفيس ميكر، عارفين الاس اي نود الموجودة في الهارت، هي الكاجال موجودة جوه ال جوه الاستومك، ودي عبارة عن بت هي بيس ميكرز بتكنترول البيرستالسيس. لو لقيت ان التيومر، يعني لو لقيت ان البيشنت بيشتكي مثلا من ان في epigastric mass او ان في سيمتومز بقى اللي هو ديسفيجيا وجيرد وبيرنينج بين ومش عارفه ايه، وجيت اعمل اندوسكوبي لقيت تيومر لارج، وخدت من التيومر ده بايوبسي ولقيت فيها هاي ميتوتيك ريت ولقيته طالع من الكاجالسل، دي غالبا جست مالجنت. تمام. امال لو كانت طالعه من لو كان الميتوتيك ريت بتاعها قليل، ساعتها دي غالبا ممكن تكون ليمويوما او حاجه. ده شكلها بالاندوسكوبي، شايفين كبيره قد ايه. هو بيبقى فعلا من التيومرز اللي بتبقى بتبريزنت بماس، هي اول ماس بتبريزنت ليت، بس اصلا بيبقى فيه ماس هي الجاست تيومر. وده صورة التيومر بالسي تي، وزي ما احنا شايفين اللون الباهت اللي في النص ده معناه ان السنتر بتاعها بدأ يحصل فيه اتروفي. الجاست اسمها جاسترو انتستاينال تيومر، يعني جاسترو يعني في الاستومك، انتستاينال يعني في الانتستنت، تيومر يعني التيومر اللي بيجي في الجي اي تي كله. طيب الجي اي تي ده بيشمل اللي هو الاستومك والسمول انتستنت واللارج انتستنت وهكذا. طيب هو موست كومنلي بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في الاستومك. تمام. يبقى الجاست موست كومنلي موجود في الاستومك، وبلاقي ان في التيومر ده بيطلع اونكوجين اسمه سي كات. السي كات ده انا ممكن استخدمه بما انه هو بيطلع مع الجست، يبقى انا اقدر استخدمه في ان انا ادايجنوز هل البيشنت عنده جست ولا لا. لو انا شاكه ان التيومر ده مش عارفه هو من كاجوال سيل ولا لا، بس لقيت فيه ميتوتيك ديفيجنز كتير، ساعتها بشوف هل في سي كات اونكوجين ولا لا. لو موجود يبقى معناها ان ده جست تيومر. التيومر ده بيتشال كله طبعا بسيفتي مارجن كبير، ومن ضمن العلاج بتاعه ان هما لقوا ان الايماتينيب ليه دور كبير مع الجاست تيومر، يعني اقدر ان انا استخدمه، وبلاقي ان بيدي ريزلت حلوه كفارماكولوجيكال تريتمنت مع السيرجري. تمام. يبقى لما يجي يسألني يقول لي دي كلمتين عن الجاست تيومر، هنقول ان هو بيطلع من الكاجال سيل، ودي بتبقى عبارة عن البيس ميكر للبيرستالسيس، هو موست كومنلي طالع من الاستومك. ولو لقيت ان التيومر لارج ومعاه هاي ميتوتيك ديفيجن، يبقى معناها ان هو مالجننت. وممكن بقى ايه في الكلينيكال بيكتشر، يعني ايه نقدر نألف، نقول ان هو ايه سيمتوماتيك في الاول، بعد كده زي اي مالجنسي نقول ان هو بيجيب كاشاكسيا ويت لوس ونوزيا وفوميتي، وبنلاقي ان البيشنت معاه فاتيج، اي كلام من الكلام اللي نقدر نكتبه اللي هو الكلام العادي. من الحاجات اللي مثلا الدكاتره هيركزوا فيها كلمه كاجال سيل لان دي خصيصا للجست، السي كات اونكوجين لانها خصيصا ليها، نفس الكلام للإماتينيب. ده بالنسبة للإساي، أو لو جاء مثلا كام سي كيو سهل إن هو يسأل عن الحاجات دي علشان يعرف هل الشخص عارف إن الجست هو اللي بيستجيب للأمتنيب، ولا متلخبط بينه وبين مثلا الكارسينويد أو حاجة زي كده. تمام. ده بالنسبة للجست. طيب بالنسبة بقى للليمفوما، الليمفوما بتمثل 5% of all
primary gastric neoplasm. ممكن نقول من 5 لـ4% علشان يبقى كلامنا دقيق. نوع منها الليمفوما هي malignant tumor، وزي ما قلنا ان الماليجنسي ده ممكن يبقى primary ممكن يبقى secondary. لو هو primary tumor فهو بيبقى طالع من الليمف نودز بتاعت الجي اي تي، لو هو secondary فهو معناها ان في ليمفوما شامله الليمف نودز في الجسم كله وبتبعت للاستومك. يبقى ده كلام يعني كلام بيزك جدا، مش حاجه خصيصا للليمفوما. يعني الليمفوما هو primary و secondary. primary بيبقى involvement of GIT بس، وده بيبقى بنلاقي 50% من ال involvement اللي في ال GIT بيبقى موجود في الاستومك، تمام. وال secondary ده عبارة عن عبارة عن ال gastric tumor، عبارة قصدي عبارة عن الليمفوما في الجسم كله وطلعت جزء منها هو gastric. بفرق ازاي؟ بلاقي في السكندري ان في ليمفادينوباتي في في ليمف نودز مش موجوده في الاستومك او في الجي اي تي، سواء اللي هو الميدياستاينال سيرفايكل، اي ليمف نودز مش تبع الجي اي تي، ساعتها انا هعرف ان الجي اي تي ده كده افكتد سكندري للمالجنن تيومر الموجود في الليمف نودز التانيه. الليمفوما بتطلع مثلا في الليمف نودز، تمام، ده البرايمري. لو هو سكندري يعني بيطلع اكسترا نودل، يعني بيطلع مش من الليمف نود. بنسبة 30% من الكيسز اللي عندها ليمفوما والليمفوما اوريجينالي اكسترا نودل بيبقى طالع من الاستومك، وبنسبة 65% من الجي اي تي كله. يعني الليمفوما برايمري وسكندري. لو بنتكلم على الاكسترا نودل اللي هي اللي بره الليمف نودز الميدياستاينال وهكذا، بتبقى 30% من الاكسترا نودل الليمفوما خصيصا للاستومك، و65% منها من الاكسترا نودل الليمفوما بتبقى من الجي اي تي قصدي الليمفوما بتبقى موجوده في الاستومك. تاني عشان ايه انا لخبطت في الجزء ده وانا بعتذر. الاستومك دي ملكة الليمفوما. لو الليمفوما بتبقى موجودة في الجسم كله في الاكسترا نودل كلها، 30% من الاكسترا نودل الليمفوما بتبقى موجودة في الاستومك. طيب لو بقينا خصوصين في الجي اي تي، الجي اي تي لو واخد 100% ليمفوما ف 65% منها هو واصلة للاستومك. يعني خلاصة الكلام ان الاستومك هو من ال very common sites ان بيحصل فيها ليمفوما، سواء الليمفوما دي كانت من بتكلم على الاكسترا نودل فبتبقى بنسبة 30% في الاستومك، او بتكلم على الجي اي تي فبتبقى بنسبة 55 لـ65%. الاتش بايلوري ليها دور كبير جدا في ان الشخص يجيله ليمفوما. دي مش حاجة كومن، ودي الحالات اللي هي بتبقى أهملناها neglected، فعلشان بس إيه محدش يقلق خدوا بس العلاج وإن شاء الله الدنيا بسيطة. H. pylori infection بتعمل chronic inflammation للميوكوزا، فبتعمل ميوكوزا associated lymphoid tissue اللي هي المالت lymphoma. lymphoma في الميوكوزا في الليمف نودز او الليمفويد تيشو موجود في الميوكوزا، تمام، بسبب مين؟ بسبب الاتش بايلوري. من اكتر الماليجنسيز اللي اتكلمنا عليها في الجي اي تي اللي بت ليها ريسبونس بتريسبوند للكيمو راديو ثيرابي هي الليمفوما. فالليمفوما لو حاجه صغيره انا ممكن اكتفي بسيرجري بس، لو مثلا حاجة very advanced و palliative مثلا علشان ال patient مش عارف يعيش مع ال obstruction أو كده، فأنا بدي كيمو أو radiotherapy. أو لو أنا عايز أعمل curative ل tumor كبير شوية ممكن أعمل surgery بالإضافة لل radio وال chemotherapy. تعال نفصل شوية كده.
ايه ال anterior relation of the stomach؟ pancreas, transverse colon, ال left coastal margin. ال left coastal margin مش ال right. واحنا قلنا ان الاثنين اللي فوقيها دول عباره عن ال relations بتاعت ال posterior. قلنا pancreas مع ال lesser sac, transverse colon مع ال transverse mesocolon, ال kidney مع ال renal مع ال suprarenal gland, وال spleen مع ال splenic artery. طيب ال large polyps بسيبها untreated، بشيلها بالإندوسكوب، بشيلها بأوبريشن مع safety margin. احنا قلنا ان ما فيش حاجة اسمها اسيب الحاجة left untreated، فده يعني اصلا مش option. قلنا ان ال small polyps اللي هم الاقل من 2 سنتي هم دول اللي بشيلهم بالإندوسكوب، انما لو هي large او سيسل او اللي هو الفيلس ساعتها بشيلها بسيفتي مارجن عشان ابقى ضامنه ان هي مش هتدخلني في كومبليكيشنز انا مش قدها. الجاست تيومر من ضمن العلاج بتاعه الاماتينيب، الكيمو ثيرابي ولا الاوكترويد؟ الاماتينيب. الاوكترويد ده للكارسينويد تيومر، اوكترويد كارسينويد. تمام. الليمفوما is chemo resistant tumor right ولا wrong؟ هي false. احنا لسه قايلينها معلش، دي كانت ريكاب كده سريع عشان نبقى متابعين الدنيا. نيجي على الجزء المهم عندنا في المحاضرة وهو الأدينوكارسينوما. هنتكلم عن ايه في الأدينوكارسينوما؟ هنتكلم عن الإبيديميولوجي، ندي كلمتين على الريسك فاكتورز، ايه هو الباثولوجي، ال spread وال TNM classification، وهنختم كلامنا بال work up. ليه قلت كلمة work up؟ عشان ممكن يجي سؤال في الامتحان، سؤال إساي، ال work up بتاع ال adenocarcinoma، ساعتها إجابتنا هتشمل التلات حاجات دول. هنتكلم عن clinical picture من حيث ال signs وال symptoms وال complications، ال investigation laboratory وال imaging وال upper endoscopy بتاع ال GIT، وال treatment بال preoperative measures وال operation وال post operative measures. تمام. يبقى لو جالي سؤال اساي بيقول لي ايه ال work up بتاع ال adenocarcinoma، هكتب التلاتة دول بال details دول. تمام. نبدأ كده بسم الله بال epidemiology بتاع ال adenocarcinoma. لو عندي cancers كتير وانا مقسماها من حيث او انا مرتباها من حيث الموست كومن، فانا هلاقي المركز الرابع عندي هو الجاستريك كانسر او الجاستريك ادينوكارسينوما. الجاستريك الاستومك فيها كانسرز كتير، دي اللي هو الجست بقى والليمفوما والادينوكارسينوما، بس من كتر ما الادينوكارسينوما هو الموست كومن بقى لما اقول جاستريك كانسر equals ادينوكارسينوما، يبقى هو الـ fourth most common cancer و third leading cause of death. في الـ USA والـ Western Europe بدأوا يعملوا screening early للـ patients، يعني كل مثلا الـ patients اللي هم عارفينهم عندهم risk factors، لما هنتكلم عن risk factors كمان شوية، بقوا كل سنة سنتين أو ست شهور بيروحوا يعملوا upper endoscopy، فبدأوا يلحقوا الأدينوكارسينوما في أولها، فبالتالي ده قلل الإنسيدنس عندهم إن هم بدأوا يعالجوها أول بأول، فده قلل نسبة المصابين بالأدينوكارسينوما. على الصعيد الآخر فهو الـ leading cause of death في Asia والـ Eastern Europe. طيب هو more common فين؟ في الـ 5th والـ 6th decades of life، يعني للناس اللي عندها 40 سنة وطالع و50 سنة وطالع، ده اسمه العقد الخامس والسادس. تمام. بنقلل بس واحد. موجودة في الميلز أكتر من الفيميلز، وفي البلاك أكتر من الوايت، وموجودة أكتر في اللو سوشيو إيكونوميك ستيتس. ليه؟ والله هو يعني لو خدناها بالمنطق، هو low socioeconomic status عنده مشاكل أكبر في حياته من إن هو يعمل screening كل كام شهر بالشيء الفلاني من الفلوس، ده لو هو أصلا على level education عالي إن هو يعرف، فهو مش فارق معايا، فبالتالي الكانسر بيبقى diagnosed late. تمام. إيه بقى هي risk factors؟ risk factors هنقسمها لثلاث مجموعات: environmental،
predisposing factors أو predisposing conditions وجيناتيك. إيه الانفيرومنتال؟ ال H. pylori. فاكرين مش قلنا ان ال H. pylori بتأثر على الميكوزا بسبب الكرونيك انفلاميشن وبتعمل مالت، مالت اللي هو الليمفوما اللي بتحصل في ال في المي الليمفويد تيشو بتاع الميوكوزا. تمام، هو برضو بيزود الريسك بتاعة البيشنت للأدنوكارسينوم. بتزيد الريسك بنسبة قد إيه؟ من 6 ل 9 فولد. يعني لو الإنسان الطبيعي عنده احتمال 1% إن هو يجيله أدنوكارسينوما، فالـ H. pylori اضرب في 6 أو في 9 إن هو يجيلهم أدنوكارسينوما. Low socioeconomic status زي ما احنا قلنا، بتبقى موجودة أكتر في اليابان أو الآسيا والإسترن يوروب زي ما قلنا في الإبيديميولوجي. دايت، دي الحاجة البريفنتبل بالإضافة طبعا للإتش بايلوري، إن الإنسان ياخد التريتمنت بتاعها. بس الدايت من الحاجات اللي أنا أقدر أتجنب فيها الأدينوكارسينوما. إيه هو الدايت اللي بيسبب الأدينوكارسينوما أو بيزود الريسك للأدينوكارسينوما؟ اللي فيه فات كتير، اللي فيه سولت كتير، البيكلد اللي هو المخللات، والبريسيرفد فود اللي هو الأكل المحفوظ. ولقوا إن السموكينج والألكحول بيزودوا الريسك بتاعة الأدينوكارسينوما. يبقى شخص أكل وجبة، الوجبة دي محفوظة مليانة ملح ودهون، وبعديها دخن سيجارة مع كحول، ساعتها ده عنده كل الريسكس اللي في الدنيا علشان يجيله الأدينوكارسينوما. طيب ايه الحاجات اللي على الصعيد الآخر اللي بتحمي أو بتقلل الريسك شوية من الأدينوكارسينوما؟ فيتامين سي والفريش فروت اند فيجيتابلز. تمام، ده بالنسبة للانفايرومنت. اتكلمنا على دايت، اتش بايلوري، سوشيو ايكونوميك ستاتس، والناشوناليتي. طيب البريديسبوزنج كونديشنز، البرنيشيوس انيميا بتزود الريسك للادينوكارسينوما، والاتروفيك جاسترايتس اللي هو اي كلوروهايدرا، البريفيوس جاستريك ريساكشن لقوا انها ريرلي. يعني انا قريت في الموضوع عشان يعني قلقت، يعني هو شيء شال الستومك وجاله ادينوكارسينوما، لو ان هي رير يعني بس موجوده. كرونيك بيبتيك ألسر، كرونيك انفلاميشن، كرونيك اريتيشن، اي حاجه كرونيك مش بتتعالج ممكن تاثر على السيلز الموجوده وتقلب بمالجنسي. و ديزيز اسمه منتريير ديزيز، الديزيز ده بيبقى رير شويه بس بيبقى اسوسييتد معاه ادينو كارسينوما. الادينوماتس بوليبس، مش احنا اتكلمنا في البناين تيومرز ان في الادينوما، قصدي ان في بوليبس، وان البوليبس دي هايبربلاستيك او ادينوماتس، وقلنا ان في منها نوعين تيوبولر وفيلس، وقلنا ان الفيلس هي اللي بتزود الريسك للادينو كارسينوما. تمام، ممكن نجمعها في صورة ايه؟ 3 بي واتنين اي مثلا. تعال نشوف pernicious anemia، previous gastric resection، peptic ulcer. طيب الاثنين الـ A، atrophic gastritis، adenomatous polyp، والواحدة الـ M، menetrier's disease. في كمان gastric remnants، لو شلنا الستومك وفاضل منها remnants دي شبه شوية اللي هو gastric resection، مع لأن resection أكيد فيه منه remnants. تمام، بس يعني هو مش فكرة إن طالما شبه أنت كاتباها ليه، لا هو الدكتور هو اللي كاتبها في المحاضرة، فلازم أنا أقول للأمانة العلمية أقول لكم كل حاجة. تمام، يبقى كده ما اختلفناش برضو، يبقى 3 بي 3 جي و لا ما فيش جي، معلش 3 بي واثنين اي، واحدة ام واحدة جي. pernicious anemia، peptic ulcer، previous gastric resection، adenomatous polyp، atrophic gastritis، ومنثريرز، والgastric remnants. طيب بالنسبة للجينيتكس، لو الناس البلاد جروب بتاعها A
مقارنة بباقي اللي هو بقى بي واي بي واو، دول عندهم ريسك اكتر شوية ان هما يجيلهم ادينوكارسينوما مر في البلاك. وفي الهيرديتري نون بوليبوسس كولون كانسر، يعني ايه؟ يعني عنده كولون كانسر بس مش فاب. احنا قلنا احنا عارفين ان الفاب، او قلنا في يعني ذكر اسمها في السمول انتستاينال تيومرز، ان الفاب دي بنسبة 100% بتتحول لكانسر، لكولون كانسر. لا احنا بنتكلم هنا على الكولون كانسر بس مش فاب، مش ما فيهوش هيرديتري بوليبوسس. والفاب يعني طالما الهيرديتري كولون كانسر مش بوليبوسس بيعمل ادينوكارسينوما، يبقى من باب اقوى ان الفاب يعمل. والجينيتك سيندرومز، في جينيتك سيندرومز ان الناس عندها هيرديتري بيورثوا بعض ديفيوز جاستريك كانسر، ودي الريسك فاكتورز بتاعتي عبارة عن environmental, predisposing و genetic. لو السؤال جه فيها هيبقى سؤال غلس شوية، بس سهل ان احنا نخترع فيه. ممكن اللي هيبقى محتاج فيه شوية حفظ او ان احنا نفتكره هو جزء ال predisposing، علشان كده احنا جمعناها 3 P 2 A 1 M 1 G، تمام؟ انما ال environmental سهل ان اقول low socioeconomic، ممكن ال diet اعرف الف فيه، والجيناتيك ما فاب والنون بريبوزس وبلاك وبلاد جروب اي اقدر افكر فيهم شوية. طيب الباثولوجي، الباثولوجي انا قسمته لكم لثلاثة علشان نجمع الدنيا شوية. عبارة عن السايت، احنا عارفين ان الاستومك هنتكلم عنها ان هي اكتر من بورت، فهنعرف ايه الـ most common part يجي فيه adenocarcinoma مقارنة بالباقي. الـ gross هنتكلم عن شكل الـ tumor نفسه، ممكن يجيلي بأنهي صورة من الصور. والـ histological pattern، تمام. الـ site، الـ stomach بتبدأ مع نهاية الـ esophagus عند junction اسمها الـ cardia أو اسمها الـ esophageo gastric junction. وفي فندس الجزء اللي فوق، وده غالبا بيبقى مليان هواء. والبادي الانترم والبايلورس، شايفين البايلورس الجزء هنا ضيق ازاي؟ فاكرين لما قلنا ان اللارج بوليب وديستل يعني موجود عند البايلورس سهل ان يحصل obstruction، تمام. بيقول 50% من الادينوكارسينوماز بتحصل في الانترم في الجزء ده، 30% في البادي، و20% بتبقى في الفوندس مع الكارديا، تمام. يبقى الانترم هو الموست كومن، بعديها البادي، بعديها الفوندس مع الكارديا. ده بالنسبة للسايت. طيب الجروس، الجروس ان ال ان ال التيومر نفسه ممكن يجيلي صورة ألسر. الألسر دي معناها إن أنا شلت جزء من اللايرز بتاعة الاستومك، بياخد اللايرز كلها. البوليبويد ده معناها إن التيومر بيطلع، يعني إيه؟ لو تخيلنا أهي ده الاستومك، ده المكان اللي هيحصل فيه، خلينا في الأنترم عشان تفتكروا إن هي ده الموست كومن سايت. لو ألسر هياخد كل اللايرز بتاعة الاستومك، تمام. طيب لو بوليبويد هيطلع، يعني يبقى كده طالع لجوه الاستومك intraluminal، وبيبقى التيومر لارج والميتاستاسيس فيه ليت، فبالتالي ده يعني احن واحد فيهم او اكتر واحد يعني ايه يبقى فيه better prognosis. هو موجوده intraluminal ولارج يعني هيعمل symptoms، غير كده ان ليت يحصل ميتاستاسيس. في بقى نوعين شبه بعض شويه اسمهم superficial spreading ولينيتس بلاستيكا. الاثنين عبارة عن بيسبريد جوه اللايرز بتاعت الاستومك، بس السوبرفيشال سبريدنج بيبقى في الميكوزا والسبميكوزا. انما اللانيتس بلاستيكا ده بيبقى واخد كل اللايرز بتاعت الاستومك جواها ايه كانسر. والاثنين بيحصل فيهم ايرلي ميتاستاسيس. الادفانسد ده ما نعتبرهوش نوع لوحده، لا ده اي نوع من دول
قدام بيبقى ادفانسد، جزء منه جزء من التيومر جوه الاستومك وجزء بره الاستومك. يبقى الموست كومن سايت الانتروم، الموست كومن جروس تايب هو الالسريتد والبوليبويد. تمام، بعديهم بيجوا اللي هما الاثنين السبريدنج اللي هو سوبرفيشال سبريدنج اللي بيبقى في الميكوزا والسبميكوزا بس، واللينتس بلاستيكا اللي بياخد كل اللايرز. طيب نشوف صورة كده اهو، ده البوليبويد او البروترود تايب زي ما احنا شايفين اللي هو داخل جوه الاستومك، يعني دي الاستومك وده التجويف بتاعها من جوه، ده اليومن، هو داخل جوه اليومن. تمام، ودي اهي ده شكل الألسر واخد كل اللايرز، ده ألسر وبدأ يسبريد. ما اقدرش اعتبر ده ان هو السوبرفيشال سبريدنج، لان السوبرفيشال سبريدنج هياخد التو لايرز دول بس اللي هو الميكوزا والسبميكوزا. اللانتس بلاستيكا زي ما احنا شايفين واخد كل اللايرز وبيسبريد. ليه بقى هو ايرلي ليه هو الورست بروجنوزس فيهم؟ لان هو اصلا بيسبريد في اللايرز و early metastasis وما فيش signs و symptoms، لأن هو لا عامل tumor ولا عامل ulcer ولا عامل أي symptoms. تمام، الله محفظنا يعني ويشفي كل مريض. طيب ال histological types، لو بتكلم على ال Lorin classification فالأستاذة لورين قسمتهم لثلاث أنواع، وفي نوع وفي يعني ال histological هقسمه يا إما Lorin classification الثلاث أنواع بتوعها، يا إما هقسمه histological اللي هو ال histology العادي اللي احنا عارفينه. باللورين كلاسيفيكيشن عندي بالهيستولوجي لما اشوف تحت الميكروسكوب ممكن الاقي التيومر يا اما انتستاينال يا اما ديفيوز يا اما انكلاسيفايد، هي ما عرفتش تحدد هو ايه تقريبا يعني. فالانتستاينال ده بيبقى ويل ديفرنشيتد، بلاقي ان السيلز انا قادره اميزها كويس، والستراكشرز اللي فيها عباره عن جلاندز او تيوبيولز، حاجه ستراكشر عامل كده زي حرف اليو، وان ان الكانسر الادينو كارسينوما يتحول لادينو سكويمس كانسر، ده بيبقى rarely occur. تمام، فده better prognosis. يبقى لو كنا عن ال better prognosis قلنا يعني ال ulcerated وال polypoid دول فيهم symptoms و late metastasis، فال prognosis أفضل شوية من الباقيين. لو كنا هنا هنقول ال intestinal أفضل من ال diffuse. ليه؟ لأن ال diffuse ده not differentiated، بالإضافة إن هي بتبقى diffuse adenocarcinoma في ال tumor كله، وخايف إن هي تتحول ل adeno squamous cancer. طيب بالنسبة للهيستولوجيكال تايب، عندي بابيلاري، تيبولر، ميوسينس وسيجنت رينج. معلش أنا عارفة إن الكلام ده فيه دش شوية، بس أنا حاولت والله إن أنا أبسطها لكم على قد ما أقدر، بحيث لو قال لك هو صعب يجي سؤال في الباثولوجي، بس لو قال لك أنت تتكلم عن السايت، بعد كده نتكلم على الجروس، بعد كده نتكلم على الهيستولوجي. ما هنتكلم عن الهيستولوجي إن فيه لورين كلاسيفيكيشن وفيه هيستولوجيكال تايبس. تمام، طيب بالنسبة للسبريد بتاع التيومر، التيومر ممكن يعمل local infiltration، يعني الاستومك يطلع يا إما للانتيريور ريليشن في حاجة زي اللفت لوب بتاعت الليفر، أو في حاجة في البوستيريور ريليشن زي مثلا الهيد اوف بانكريس، أو يطلع فوق لحد الدايفرام. ده local infiltration يعني بيطلع للريليشنز اللي حواليه. أو lymphatic، lymphatic ده ممكن تبقى intra-abdominal lymph nodes وده المور كومن وده frequent، أو supra-clavicular lymph node، وبتعمل حاجة اسمها troisier sign. البلد ممكن يروح للليفر لللنج، حاجة كمان بقى زي البون البون والبرين، وترانسيلوميك. ترانسيلوميك يعني بيروح للبروتونيوم، البروتونيوم هيطلع له، هيطلع البروتونيوم ويعمل ديبوزيت. ممكن تبقى الديبوزيت دي عند الاوفريز فتعمل كروكنبرج تيومر، ممكن الديبوزيت دي تبقى موجوده حوالين الامبلكس فتعمل سيستر ماري جوزيف نودز، او تبقى موجوده في الكول دو ساك او دوغلاس باوتش وتعمل بلامرز شلف.
تمام. يبقى زي اي تيومر بيسبريد، هو عباره عن لوكال وليمفاتيك وبلاد سبريد، دول اللي احنا عارفينهم. يمكن الحاجه الزياده هي الترانسيلوميك. الترانسيلوميك دي لو طالع للامبلكس هيعمل ماري جوزيف نوت، لو نزل للاوفريز هيعمل كروكنبرج تيومر، لو راح للكالدوساك او الدوجلاس باتش هيعمل بلامرز شيلف. طيب ايه التي ان ام؟ التي ان ام دي عباره عن، على فكره النقطتين ما لهمش علاقه ببعض، يعني عشان ما يعني ما تتوقعوش من لما يجي سؤال عن سبريد تكتبوا تي ان ام كلاسيفيكيشن. انا بس مجمعاها بحيث ان ما كترش عليكم السلايدات وما تزهقوش يعني. تمام. التي ده عباره عن التيومر، بنشوف السايز بتاعه. الان بنشوف قد ايه من الليمف نودز انفولفد. والام دي عباره عن الميتاستاسيس. تعالوا نبدا بالتي. سوري نسيت المالجنت اسايتس، ده من ضمن السبريد. ما نقدرش نقول ان هو سبريد قوي يعني، بس هو كان محطوط. يعني ممكن نقول هي اكتر عباره عن ساين او سيمتوم. بس تمام، يعني احنا هنمشي زي ما الكتاب بيقول. التي ان ام ستيجنج ده عباره عن 4 ستيجز. اول حاجه اللي هو تيومر ان سايتو، تي اي اس، انترا ابيثيليال تيومر، موجوده في الابيثيليوم بس. بعتبره تي 1 لما التيومر بينفيد اللامينا بروبريا او بيوصل للسبميكوزا. تي 2 لو وصل للماسكولاريس بروبريا او للسبسيروزا. تي 3 لو عدى السيروزا من غير ما يروح للادجيسنت ستراكشر. تي 4 وصل للادجيسنت ستراكشر. تمام. يبقى لو في اللامينا بروبريا او نزل حتى لحد السبميكوزا ده عباره عن تي 1. لو الماسكولاريس بروبريا او السبسيروزا ده تي 2. لو واخد اللايرز بتاعه الاستومك كلها وعدى كمان السيروزا بس ما وصلش لاي ادجيسنت ستراكشر ده تي 3. تي 4 لو وصل لادجيسنت ستراكشر. طيب الان ده يعني قد ايه من لمف نودز حصل فيها ميتاستاسيس. ان 0 يعني مفيش ولا لمف نود. ان 1 من 1 ل 6، 2 من 7 ل 15، 3 اكتر من 15. تمام. الام مفيش فيها اختراع. ام 0 يعني مفيش ميتاستاسيس، ام 1 يعني فيه ميتاستاسيس. الكلينيكال بيكتشر كده احنا بدأنا في الورك اب بتاع البيشنت اللي جايب ادينوكارسينوما. وقلنا اول ستيب من الورك اب عبارة عن كلينيكال بيكتشر. كلينيكال بيكتشر دي ممكن تيجي كسؤال لوحده، يقول لك ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت الجاستريك ادينوكارسينوما. ساعتها هنتكلم عن سيمتومز وساينز وكومبليكيشنز. لو كلمنا عن واحده كتير جدا ونسينا الاثنين التانيين هناخد تلت الدرجه، لان هما بيهتموا بالعناوين باللي مكتوب تحتيها، فالعناوين مهمة يعني. symptoms في patient عنده adenocarcinoma ممكن تكون asymptomatic. ما هو ليه التيومر ده ال third leading cause of death؟ لأن هو مش بيجي بسيمتوم، هو فعلا malignant. يعني هو malignant يعني شخصية كده يعني سرطانية malignant. مفيش أي symptoms. symptoms ممكن تكون vague، يعني عبارة عن شوية واحد بس جاي له شوية عسر هضم وشوية زهق كده في معدته، مش اللي هو وجع. تمام. وممكن يكون جايلي في الآخر بعد أدينوكارسينوما. على فكرة دي الموست كومن برزنتيشن يعني. أو إن هو يجيلي بألارمينج سيمبتوم. إيه السيمبتومز الألارمينج اللي ممكن يجيلي بيها؟ لا والله ده نفسه مسدودة مش قادر ياكل. ومع النفس المسدودة طب انت بتعمل رجيم؟ لا، بس في weight loss unintentional، هو مش قاصد يعمل رجيم، هو بيخس لوحده. لو proximal، لو التيومر proximal يعني موجود في الكارديا، يعني لو شايفين الرسمة بتاعت الاستومك دي موجود في الحتة دي اللي فوق، ساعتها هيعمل dysphagia، هو مش عارف يبلع كويس. طيب في الانترال اللي هو الجزء ده، لان احنا قلنا الانترال ده الموست كومن سايت، هيعمل obstruction، الأكل مش عارف ينزل. طيب ممكن يكون الـ type of tumor ده عبارة عن ulcerative، فجاي بقى ببليدنج.
بكل مشاكل بليدنج، مش هنكتب في السيمتوم بليدنج، لا يعني مش هنكتب انيميا، لا دي مش سيمتوم. السيمتوم اللي احنا ممكن نكتب بليدنج، بس خلينا يعني خلينا سبيسيفيك اكتر. احنا كبرنا يعني نقول هيماتمسس، نقول ميلينا، نقول اوكلت بلاد ان السول، هيجي بنوزيا فوميتنج وبلوتنج يعني بطن منفوخه. ابيجاستريك بين، طيب البين ده بيرديد في منطقة معينة يا حاج؟ لا. طيب بيروح ويجي؟ لا، على طول موجود. لقيت أي حاجة من دول أبدأ أخاف إن دي alarming symptom، إن أنا أشك في adenocarcinoma. طيب بالنسبة للسايت، عندي حاجة اسمها paraneoplastic syndrome. يعني إيه؟ يعني هي مش ملهاش علاقة بالتيومر، ليها علاقة بالحاجات اللي التيومر بيطلعها. فيبدأ يطلع لي بأعراض ملهاش علاقة بالكانسر نفسه. من ضمن الحاجات دي حاجة اسمها التروسس سيندروم. التروسس سيندروم ان الشخص بيجي بثرومبوفليبايتس انفلاميشن للفينز. ايه اللي جاب القلعة عند البحر؟ لا، ما فيش حاجة جابتها، هو بس التيومر بيسكريت سايتوكاينز وبيبتايدز، البيبتايدز دي بتروح تعمل انفلاميشن جوه الفينز فتعمل تروسس سيندروم، ودي بارانيوبلاستيك سيندروم. طيب تمام، ممكن يجيب اكانثوسيس ناجريكانس. كان ايه اكانثوسيس ناجريكانس؟ يعني بلاقي سواد تحت بطن البيشنت مثلا في الاماكن المقفوله، فعند الارمبت اللي هو زي ما احنا شايفين كده كل الاسود ده، في الجروين، ممكن تيجي في كمان زي ما احنا شايفين في التنيات بتاعة النك، ممكن يجي under the breast في female، لو حد obese في الفولدز بتاعة جسمه دي. طيب هل دي specific؟ يعني أول ما ألاقيها عند شخص يبقى كده معناه عنده adenocarcinoma؟ لا لا خالص، لأن هي ممكن تكون normal variations، ممكن تكون انسولين ريزيستنس وشخص بري دايابيتيك، ممكن ومن ضمن الممكنات ان هي تكون جاستريك ادينوكارسينوما. طيب في بقى ده بالنسبه للبارانيوبلاستيك سيندروم، هل في ساينس تانية؟ ساينس ليها علاقه بالديستنت ميتاستاسيس. ايه الفرق بين السيمبتومز والساينس؟ السيمبتومز دي شكوى البيشنت، تمام؟ فما ينفعش اجي عند شكوى البيشنت الاقي البيشنت جاي بيشتكي لي من انيميا. لا، انا هفصصها بقى، هقول البيشنت جاي بيشتكي لي من pallor، loss of concentration، easy fatigue، تمام؟ انما الساينس دي حاجات يعني medical terms، زي ان انا لما اعمل examination احس ب abdominal mass تحت ايديا، لما اجي اعمل palpitation palpation قصدي السبلين او السبلين او الليفر الاقي هيباتوميجلي او سبلينوميجلي، والهيباتوميجلي الاقي معايا جوندس، الاقي عينيه صفرة. اجي ابدا اعمل percussion اسمع النود دال فاعرف ان عنده اسايتس. كروكنبرجز تيومر، لما بلاقي ان التيومر راح لفين؟ للاوفريز. البلامرز شلف، لو راح فين؟ الكالدوساك او الدوبلس باوتش. سيستر ماري جوزيف نوديول ده البري امبليكال، او فيرتشاوز نوديولز دي للليفت سوبرا كلافيكولار لمف نودز. كل دي عباره عن ميتاستاسيس، بس انا اللي بحسها ان انا لما اعمل اكزامينيشن بماس هيباتوميجالي سايتس، اللمف نودز اللي هي هنا بقى عباره عن الاوفريز كروكنبرج، كالدوساك، بلامرز، فيرتشو نتيجة اللفت سوبرا كلافيكولار لمف نودز، فيري امبليكال، سيستر ماي جوزيف او لمفادينوباثي. وممكن الاقيه جاي لي ببلورال افيوجن ودسنيا وكف ومش عارف ياخد نفسه، تمام؟ او يجي لي بالكومبليكيشنز بتاعت المرض نفسه. الكومبليكيشنز لو ملاحظين احنا قلناها هنا، ديسفيجيا لو هي عند الكارديا، مش عارف يبلع، مش عارف يكمل اكله، في جرد، في vomiting of يعني في continuous vomiting ونوزيا early satiety، obstruction لو هنا في الاخر، او يجي لي بهيمرج
لو مثلا هي ulcerative او حاجه، او perforation لو هو التيومر واخد كل اللايرز بتاعه الستومك. يبقى الكلينيكال بيكتشر لما باجي بتكلم عنها بقسمها لسيمتومز، والسيمتومز يبقى اي سيمتوماتيك او alarming symptoms، ساينز وهي عباره عن neoplastic syndrome وdistant metastasis، واخر حاجه هي الكومبليكيشنز. هنا زي ما قلنا لو هو هنا يبقى obstruction، لو هنا يبقى dysphagia، او ممكن يجيلي hemorrhage او perforation لو في ulcer. تمام، يبقى ده اول point من الكلينيكال، من الورك اب بتاع البيشنت اللي هي الكلينيكال بيكتشر. طيب تاني point قلنا عليها هي الانفستيجيشنز، دي بتتقسم للابراتوري imaging والاندوسكوبي. الجولد ستاندرد، لو جالي سؤال ام سي كيو ده بعتبره درجه هديه، جولد ستاندرد انفستيجيشن ان ادينوكارسينوما بيشنت، جاستريك ادينوكارسينوما، ابر جي اي اندوسكوبي. تمام، اول حاجه لابراتوري هو هبدا اعمل تحليل العاديه زي مثلا سي بي سي، 30% من البيشنت هلاقيهم جاي لهم انيميا. الانيميا دي ممكن تكون بسبب ايه؟ بسبب البليدنج، يعني هو قاعد ينزف بقاله مثلا سنه مثلا، اوكلت بلاد ستول، لا ده نازف ملينا وهو مش عارف انها ملينا، ده بيلاقي جت بلاك ستول وريحته مش حلوه، لا ده تلاقي كان في الاكله الفلانيه اكلتها، اه ممكن تكون هي اللي عامله لي البتاع الاسود ده، لا ده تلاقي الرش اللي انا رشيته هو اللي عمل لي ان الستوري بقى اسود كده، لا ده ممكن يكون من الساقعة. لا بص يا جماعة ما فيهاش اختراعات، يعني جات بلاك، بلاك يعني بلاك، يعني جيبوا حاجة لونها اسود وقارنوها هتلاقوه اسود مش بني غامق، بلاك ستول وريحته مش حلوة يساوي ملينا، يساوي ان لازم تروح تانفستيجيت ايه المشكلة، هل في ألسر، هل في مشكلة جوه الابدومن، بلاش تتهاونوا يا جماعة لو سمحتوا. تمام، الانيميا دي ممكن تكون بسبب حاجه غير البليدنج، ممكن تكون بسبب ليفر ديسفانكشن، مش قلنا ان اللفت لوب بتاع الليفر موجود قدام الاستومك؟ طيب ما هي ممكن يعمل لوكال انفلتريشن اهو اثر على الليفر، الليفر بقى ديسفانكشنال فيعمل انيميا لان هو مش عارف يعمل الهيموجلوبين كويس، او بور نيوتريشن، احنا قلنا ان من ضمن الالارمينج سيمتومز ان هو بيجي لي بانوركسيا، ما لا ملهوش نفس ياكل، فما فيش البريكرسرز اللي انا محتاجاها علشان اعمل هيموجلوبين. دي اول حاجه هو السي بي سي كاونت. تاني حاجه بعملها بدور في الاستول على اوكلت بلاد، ايه ده الحمد لله الحمد لله البيشنت مش جالي بملينا واتاكدت ولون الاستول مش اسود ومش عارفه ايه، تمام دي حاجه حلوه، بس ده مش معناه ان كده مفيش بليدنج، ممكن يكون اوكلت بلاد، عشان كده مهم جدا ان انا افحص الاستول. وبقى التحاليل دي يعني الباترن اللي انا بقولها لكم سواء في الورك اب او في الانفستيجيشن او حتى في اللاب، هتلاقوا ان دي ستامبا بتكتبوها في كل حاجه تقريبا، وبتبقى دي القاعده بتاعتكم او دي الستاندرد بتاعكم، وبتزودوا الكام حاجه اللي بتبقى سبيشال او هايلايت تبع المرض ده بس. تمام، فكل ده كلام عادي، سي بي سي، اوكلت بلاد ستول، الالكترايت بانلز، تبدأوا تشوفوا بقى الالكترايت ايه اخبارها، صوديوم بوتاسيوم كالسيوم ماجنيسيوم، الحاجات دي كلها هل فيها امبالانس ولا مظبوطه، وشوف ليفر فانكشن تيست، منطقي لان هو سهل ان هو يعمل ميتاستاسيس للليفر. تمام، ده بالنسبه للابراتوري. الحاجه بقى اللي ممكن نقول سبيشال شويه في اللابراتوري هو التيومر ماركرز، اللي هنا هنلاقي ان 50% من البيشنتس بيزيد معاهم السي اي اي، و20% بيزيد معاهم ال CA19-9، بالإضافة لدي حاجات كده مش كاتبين نسبتها بتزيد في قد إيه من البيشنت، ال CA125 و CA724. طيب هل دول specific؟ لا مش specific، في tumors كتير وفي conditions كتير ممكن تعلي الماركرز دي، بس أنا عاملة زي بجمع بازل، جاي لي حد بالريسك فاكتورز، ميل مثلا بلاك لو سوشي اوكونوميك، والميل البلاك لو سوشي اوكونوميك جاي لي ببرنيشس انيميا مثلا، مثلا احنا بنخترع مع بعض،
وكرونيك بيبتيك ألسر نتيجة اتش بايلوري، ولقيته بلاد جروب تايب اي، وأهله كان عندهم فاب. تمام، لقيت السي بي سي الهيموجلوبين بتاعه نازل 6، وكان في جت بلاك ستول. البلاك ستول ده لما جيت عملت معاه، او لما جيت عملت له تيومر ماركرز، قصدي البيشنت ده لما جيت عملت له تيومر ماركرز، لقيت السي اي اي 3 اضعافه مثلا. والسيمتوم بتاعته الوحيده ان في فيج ديسكومفورت في الافي جاستريك ريجن. هيقول لك ايه النكست ستيب، مثلا احنا بنخترع كيس مع بعض، يعني ايه النكست ستيب اللي هتطلبها؟ ايه النكست ستيب يا جماعه؟ النكست ستيب ده معناها انا اهم حاجه هعملها، اهم انفستيجيشن، هو ايه؟ الابر اندوسكوبي. طيب هقول لك ليه عملته. متوقع تلاقيه، متوقع الاقي جاستريك تيومر. ايه طيب بتاع التيومر ده؟ ادينوكارسينوم. تمام، الايمجينج بقى، الايمجينج في حاجه اسمها دبل كونتراست ابر جي اي سيريز. دي بعملها لو التيومر بالكي او التيومر عامل اوبستراكشن، ببدا اشوف الاقي فعلا ايه ان شكل تجويف الاستومك من جوه، لا مش هو اللي انا عارفاه. بدخل كونتراست كده جوه المعده وبيهايلايت شكل المعده من جوه، هلاقيها لا جت عند حته معينه وبقت معوجه وبقت ضيقه وبقت مش عارفه ايه، فانا مش ممكن ده تيومر. بس طبعا دي حاجه مش سبيسيفيك ابدا، تمام، ولا سنسيتيف. الباريوم سوالو، باريوم سوالو ده حلو لللانيتس بلاستيكا. لانتس بلاستيكا لو فاكرين دي اللي قلنا اللي بتاخد كل اللايرز بتاعة الاستومك، بيحصل فيها سبريد ومعاها ايرلي ميتاستاسيس. طيب ليه الباريوم سوالو بخصصه لدي؟ بلاقي شكله شبه الليذر بوتل، بلاقي الاستومك اتحولت لشكل الليذر بوتل، ودي الليذر بوتل. تمام، شايفين اهي اهي، لما بعمل باريوم سوالو وبلاقي الليذر بوتل، على فكرة ده موضوع سؤال ام سي كيو وحلو جدا، يعني فعلا سبيسيفيك. ليذر بوتل في باريوم سوالو، انت بتسسبكت ايه؟ لانتس بلاستيكا. تمام، السي تي تشاست ده بقى حاجات للميتاستاسيس. مش احنا قلنا في الساينز بتاعة الميتاستاسيس ان انا ممكن الاقي ان الشخص عنده بلورال افيوجن؟ طيب ده هيبان بايه؟ بالسي تي تشاست. ممكن اعمل سي تي سكان او ام ار اي على الشست، الابدومن او البلفس، ده برضو للايفالويشن بتاع السبريد بتاع الميتاستاسيس. ده هينفعني في ايه؟ هينفعني في خطه العلاج قدام. واني اعمل اندوسكوبيك الترا ساوند، بدخل بالاندوسكوب وبيبقى فيه الترا ساوند علشان اقدر اعرف التيومر واخد قد ايه من اللايرز بتاعت الاستومك، عشان اعرف اعمل تي ان ام. مش احنا قلنا ان التي ده اللي هو ممكن يبقى كارسينوما انسايتيو او تيومر انسايتيو اللي هو بيبقى موجود في الابيثيليوم بس، ولا تي 1 ده السبميوكوزا ولا من ابروبيا. رجعوا تاني، تي 2 كان ايه؟ هعتبركم ان شاء الله قلتوا الماسكولاريس ابروبيا، و تي 3 ان شاء الله هتكونوا قلتوا ان هي السيروزا بس مش adjacent structures، لان تي 4 هي ال adjacent structures. احنا ايه بنركب كده بنفكر مع بعض يعني. طيب الأبر إندوسكوبي ليه هو الجولد ستاندرد؟ لأن أنا أقدر آخد منه بايوبسي، ودي اللي تحلف لي إن فعلا دي أنا عندي تيومر وأدينوكارسينوما ولا مش أدينوكارسينوما. غير كده هيسيب، مفيش، مش بيتعرض لراديشنز كتير، مش بإنجكت كونتراست ممكن يكون عنده منه حساسية أو حاجة، فهي أكتر واحدة سيف فيها. تمام، السؤال الجاي حلو. السؤال الجاي بيقول لي إيه الإنديكيشنز؟ أنت أعمل أبر جي أي إندوسكوبي للبيشنت اللي جاي لي. لو شخص عنده ديسبيبسيا، يعني ايه ديسبيبسيا؟ يعني في عسر في الهضم، يعني في مشكله في البلع، في مشكله في الحاجات دي. لو الديسبيبسيا بدات امتى؟ بدات بعد 45 سنه، او لو كان عنده ديسبيبسيا زمان 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 بس دلوقتي بدا يظهر معاها alarming signs، بدا في انوركسيا، لا ده في obstruction، ده في dysphagia، ده في epigastric pain constant و not radiating.
طيب لو الديسبابسيا ومعايا فاميلي هيستوري الجاستريك كارسينوما، طبعا ده لازم اعمله اندوسكوبي. تمام، يبقى ايه الانديكيشنز بتاعه الابر جي اي اندوسكوبي؟ هو يبقى في ديسبابسيا الشخص عنده اكتر من 45 سنه، او الديسبابسيا كانت عنده من زمان بس بدا يظهر الارمنج سيمتومز. خلينا كده نراجع الالارمنج سيمتومز، وقفوا الفيديو شويه افتكروا ايه الالارمنج سيمتومز ويلا نرجع تاني. او ان يكون في ديسبابسيا مع فاميلي هيستوري اوف جاستريك كارسينوما. اهو بدخل بالاندوسكوب وبلاقي البوليبس دي، ببدأ أشيلها أخد منها بايوبسي أشوف هل هي حاجة بناين زي الجاستريك بوليبس، ولا بلاقي إن فيها ميتوتيك ديفيجنز كتير، بلاقي إن فيها حاجات تدل إن هي تيومر أو تدل إن هي كانسرس تيومر، وألاقيها أدينوكارسينوما. ممكن ما الاقيش بوليب، ممكن وانا داخله بالاندوسكوب الاقي فيه ألسر. طيب الألسر دي ممكن تبقى بناين ألسر، ممكن تبقى مالجنت. افرق بينهم ازاي او بعرف الفرق بينهم ازاي؟ البناين هلاقي ان هي شكلها راوندد او اوفل، والوالز بتاعتها زي ما شفناها كده ستريت، ما فيش فيها حاجة الريجولر أو حاجة شكلها يخوفني. لا، هو عبارة عن دايرة كده أنا لاقيها قدامي، والبيز بتاعتها سموث وفلات، المارجنز والميوكوزا اللي حواليها نورمال. غالبا بتكون على اللسر كيرفيتشر، غالبا البناين على اللسر كيرفيتشر، وبتبقى أقل من 2 سم. البناين ده ما خافش منه، يعني هو حاجة قليلة، فموجود فينا ايه القليل لسر كيرفيتشر. الماجوريتي بيبقى اقل من 2 سم. احنا كده بنحاول نبصمج مع بعض، يعني النيمونيك سوا. يعني يبقى هو البناين حاجه قليله، بما انه حاجه قليله يبقى هو شكل واحد، شكل واحد اوبل من غير اشكال كتير في الوال يعني ستريت، من غير اشكال كتير في البيز يعني سموث. وبما انه حاجة قليلة يبقى في اللسر كيرفيتشر، وبما انه حاجة قليلة يبقى اقل من 2 سم. تمام، وبلاقي ان الفولز اللي حواليه بتاعت الاستومك شكلها نورمال. تمام، المالجننت بقى ده طايح في كله. طايح في كله يعني ايه؟ يعني اني وير. طايح في كله يعني ايه؟ يعني اني سايز. طايح في كله يعني ايه؟ يعني الريجولار مارجنز، الريجولار اوت لاين، والبيز هيموراجيك ونكراتيك. تمام، شكله ما يطمنش، وده كان باين الفرق في الصورتين اللي فاتوا. بلاقي كمان ان الفولز اللي حواليه لا اديماتس، شكلها مش طبيعي. تمام، فده ممكن يجي كومباريزن. الكومبير ان هو يقولك مثلا دخلت ولقيت ألسر جوه وانت بتعمل اوبر اندوسكوبي، تعرف ازاي هي بناين من مالجنت؟ هتحط الجدول ده. انا بعتذر على اللخبطه اللي حصل قدامنا دي شويه، بس احنا هنظبط الدنيا مع بعض. ده اخر جزء في الورك اب، وهو التريتمنت. التريتمنت ده بيبقى بري اوبراتيف تريتمنت والاوبريشن. تعالوا قبل ما نتكلم عن التريتمنت اللي هو البري اوبراتيف، فاكرين مش احنا اتكلمنا في الورك اب عن انفستيجيشنز، وان من ضمن الانفستيجيشنز اللي بعملها بعمل سي دي سي، بشوف الالكترولايتس. تمام، طيب قبل ما ادخل البيشنت عمليه كبيره هيشيل فيها الاستومك بتاعته او جزء من الاستومك، لازم اطمن ان البيشنت ستيبل. ده بقى البري اوبراتيف تريتمنت، هو ده بالظبط، ان انا بعمل انفستيجيشنز اشوف ايه المشكله اللي عنده واصلحها. لو لقيت في الانفستيجيشنز انيميا، ببدا اكوركت الانيميا واديله حديد واديله العلاجات واظبط له اكله. لو في الكترولايت امبالانس بعالجه. لو هو في كان انوركسيك ومش بياكل كويس، في بور نيوتريشن، ابدا امبروف النيوتريشن، سواء ان انا اكلته خد الاكل في بقه وبلعه زي اللي هو الانترنال، او خده باترنال بارنترال. تمام، ده البري اوبرتيف تريتمنت. في بقى المين تريتمنت بالنسبة لي أنا كده بعده عشان المين تريتمنت اللي هو التريتمنت للجاستريك كانسر. أنا بعتذر تاني على اللخبطة اللي موجودة تحت دي، هنظبطها مع بعض.
أول تريتمنت بيبقى سيرجيكال، ممكن يكون كيموثيرابي أو كيمو راديوثيرابي أو تارجت ثيرابي. فاكرين مين اللي قلنا إن من ضمن علاجه إن الكيمو والراديوثيرابي؟ إن شاء الله تكونوا قلتوا ليمفوما، أنا واثقة فيكم. تمام، اللي بالأسود ده تبع السيرجريز. تمام، السيرجريز اللي أنا هعملها ممكن تكون EMR اللي هو endoscopic ميوكوزل ريسكشن، بدخل بالاندوسكوب وبشيل جزء من الميوكوزا. ايه بقى الاي ام ار؟ الاي ام ار زي ما قلنا بجيب هو اندوسكوبيك بروسيجر نون انفيزيف، بدخل بيها جوه البيشنت كده، جوه معدة البيشنت، او هي لس انفيزيف يعني، وابدا اشيل الجزء من الاستومك اللي انا خايفه منه. طيب هل ده لكل التيومرز؟ طب الدنيا طلعت سهله جدا. لا، ده في الايرلي ليجن، ليجن انا لسه شايفاها حاجه صغيره خالص، والليجن دي well differentiated وما لقيتش sub mucosa او lymph node involved والسايز بتاعها اقل من 3 سنتي. ساعتها بعمل ايه؟ بدخل بانجكت في السب ميوكوزا فلويد علشان ارفع الميوكوزا عن اللايرز اللي تحتيها، فاعرف اقص اسهل. مشكلتها ان انا ممكن لو حد مش اكسبرت ان هو يعمل perforation، ومشكلتها ان هي لما يجي يقص بيعمل bleeding. تمام، يعني لو جالي patient، البيشنت ده انا شايفه صحته شكله زي الفل، ومثلا في ميل بيشنت سي مثلا سنها صغير 45 سنه، 40 45 سنه، ولقيت جايه بالاندوسكوب لما خدت بايوبسي، لقيت في البايوبسي التيومر صغير، التيومر well differentiated، ما وصلش للساب ميكوزا، ولما خدت بايوبسي من اللمف نودز لقيت ان ما فيهاش مالجنسي، وان شكل التيومر او الالسر اللي هي جايه بيها اقل من 3 سنتي، وما وصلت وفيري سوبرفيشال، ما وصلتش للساب ميكوزا، يبقى حرام وافترى ان انا اشلها الاستومك بتاعتها. امال الحل هيبقى ايه؟ ان انا بعمل اي ام ار اندوسكوبيك ميكوزال ريسكشن، بدخل بالاندوسكوبي بانجكت كده في الساب ميكوزا فلويد علشان ارفع الميكوزا، وبشيل الجزء اللي هو التيومر او الليجن دي بسيفتي مارجن. تمام، ده بيبقى شكلها اهو، ودي الجزء البروترودد من التيومر، وهو بيجراب من تحتيها وبيبدأ يقص. في endoscopic submucosal dissection ده ما فيش كلام عنه بالتفاصيل في الكتاب، هو بدأ بعديها كلام عن اللابروسكوبيك، او مش حتى مش اللابروسكوبيك سيرجري، على الاوبن سيرجري. تمام، يبقى عشان اللخبطه اللي كانت موجوده دي، التريتمنت بتاعي بيتقسم للبري اوبراتيف تريتمنت والاوبريشن بتاعتي. البري اوبراتيف ان انا بعمل انفستيجيشنز، وهنتكلم عن الانفستيجيشنز بالتفاصيل، مش هنكتبها كلمه بس كده، واكتب بقى تحتيها لو لقيت انيميا ان انا كوركت الانيميا وكوركت الالكترولايت امبالانس، ولو في بور نيوتريشن ابدا اعالجه. التريتمنت بتاع الجاستريك كانسر بيتقسم ل سيرجري، كيموثيرابي، كيمو راديوثيرابي، وتارجت ثيرابي. السيرجري دي ممكن تكون حاجة بسيطة زي الاي ام ار او الاي اس دي، ممكن تكون حاجة لاباروسكوبيك، او تبقى اوبن سيرجري على حسب السايز بتاع التيومر. في السيرجري انا بشيل التيومر كله بالادجيسنت لمف نودز. تمام، ده الاونيك كيور يا جماعه، ده العلاج الوحيد للجاستريك كانسر. وقلنا جاستريك كانسر ايكوالز ايه؟ ادينوكارسينوما. للاسف البيشنت بيبقى اي سيمتوماتيك، فبيجي لي متاخر، فبالتالي مش كل البيشنت بيبقى بوسيبل ان انا بعمل فيهم سيرجري، بحوالي 30% اقل من 30% من البيشنتس كمان، لان على ما بيكون جا بيكون في انفلتريشن لللوك للستراكشرز اللي حواليه، الانفلتريشن او ميتاستاسيس كمان، فبيبقى السيرجري ملهاش لازمه، ملهاش دور يعني. تمام، السيرجري بتاعتي بتبقى تايبس، يا اما توتال جاستريكتومي او اسوفاجيو
جاستركتومي او سبتوتال جاستركتومي. تمام، ايه الفرق؟ الفرق هو على حسب التيومر السايز بتاعه قد ايه ومكانه فين. لو شخص جاي لي انا المفروض لما بشيل التيومر بشيل التيومر وبشيل نورمال تيشو حواليه وبشيل الليمف نودز، لان الادينوكارسينوما بتدي ليمفاتيك ميتاستاسيس ايرلي. تمام، طيب لو لقيت ان انا علشان اخد سيفتي مارجن محتاجه ان انا اشيل الاستومك كلها، ده يبقى اسمه توتال جاستريكتومي. بتحصل في التيومر اللي بيبقى كبير، اللي انا مهما قصيت من التيومر مش هياخد سيفتي مارجن، عشان اعرف اخد سيفتي مارجن بجد محتاجه اشيل الاستومك كلها. تمام، طب الاسوفوجيو جاستريكتومي يعني بشيل الاستومك مع جزء من الاسوفجس، دي في حالات ان التيومر يبقى فين، بيبقى موجود قرب الاسوفجس، يا اما في الكارديا يا اما في الجاسترو اسوفاجيال جانكشن. السب توتال يعني ايه سب توتال؟ يعني بشيل تلتين المعده بجزء من الدودنم، ده بيبقى للديستال تيومر. احنا قلنا الموست كومن سايت للجاستريك كانسر هو ايه، او الجاستريك ادينوكارسينوما هو ايه، هو الانتروم، ودي الديستال تيومر، فده العلاج بتاعه بيبقى سب توتال جاستريكتومي. تمام، تعالوا نتكلم شوية عن التوتال جاستركتومي with اوسوفوجيو جاسترو with اوسوفوجيو جيجوناستومي. يعني ايه جاستركتومي؟ يعني بشيل الاستومك كلها. طب انا شلت الاستومك، هتبقى لي ايه؟ هتبقى لي فوق ال اوسوفاجس وتحت الجيجونم او تحت الديودنم، وبجيب بقى يعني بعد ما اشيل الاستومك بجيب الاسوفاجس انزله افتحه استومي يعني فتحه في الجوجنم. تمام، اهو يبقى هو ريموفال اوف ذا ستومك والديستال بارت اوف اسوفاجس والبروكسيمال بارت اوف ديودنم والجريتر ساك والجريتر ساك والليسر ساك والجليتر والجريتر اومنتوم قصدي والليسر اومنتوم واللمف نودز، وبجيب الاسوفاجس والجوجنم افتح اعمل فتحه ما بينهم. تمام، قلنا ايه الحالات اللي انا بعمل فيها توتال جاستريكتومي. قلنا لو التيومر واخد الاستومك كلها ومش عارفه اخد سيكسي مارجن. تمام، بيقول ان مش بس كده، ان لو الحاله جايه بالتيومر مش واخد الاستومك كلها بس اكتر من 5 سنتي، ساعتها انا بعمل التوتال جاستريكتومي لو بروكسيمال تيومر. تمام، يبقى هو دي الثلاثة indications بتاعتي للتوتال جاستريكتومي. لو التيومر موجود بروكسيمال يعني ناحية الأسوفاجس، أو التيومر أكبر من 5 سنتي، أو التيومر أصلا ديفيوز وكبير جدا، ساعتها بعمل توتال جاستريكتومي اللي بشيل فيه الاستومك بجزء من الأسوفاجس بالبروكسيمال بارت من الديودينم بالجريتر والليسر اومنتوم باللمف نودز. تمام، يبقى الاستومك بفوقيها وتحتيها واللي حواليها. للأسف ال 5 year survival يعني ال prognosis بتاع ال total gastrectomy ما بيبقاش لطيف للدرجة، يعني الشخص بعد ما بيعمل total gastrectomy 10 ل 15% منهم بس هما اللي ممكن يعيشوا 5 سنين. طبعا الأعمار بيد الله يعني، بس دي حاجة ايه بناء على الدراسات. انما السب توتال جاستريكتومي ممكن توصل ل 45% من البيشنتس اللي عملوا السيرجي ان هم يعيشوا 5 سنين. تمام، طب ايه المشكله؟ المشكله ان انا اصلا التيومر بالنسبه لي لارج، وان البروكسيمال ليجن ريجن لما بيحصل فيها ليجنز تيومرز، الاثنين دول بالنسبه لي سبب ان البروجنوزس يبقى بور، يبقى البروجنوزس مش حلو. بس بيقولوا ان هو ان اللونج تيرم اوتكم ان انا بخاف ان انا يحصل ريكيرنس، بس هو يعني ريكيرنس هيبقى ريت اقل، يعني هو الشخص بيموت بعد العمليه لان التيومر كبير والعمليه كبيره وكده، انما مش عشان ريكيرنس للتيومر. فاهمني؟ ده بالنسبة للتوتال جاستريكتومي.
يبقى واحدة واحدة كده. قلنا في التوتال جاستريكتومي هنشيل ايه؟ هنشيل الاستومك بالجزء من فوقيها اللي هو جزء من الاسوفاجس بالجزء من تحتيها اللي هو البروكسيمال بارت اوف دودن، دي حاجة، بالإضافة اللي حواليها اللي هو اللسر والجريتر اومنتوم واللمف نود، تمام. وقلنا دي في حالات اللي هو التيومر بروكسيمال او تيومر ديفيوز واخد الاستومك كلها او لارج تيومر اكبر من 5 سم. طيب بالنسبة للسب توتال، السب توتال قلنا هي بتحصل يعني بعملها لو حالات اللي هو التيومر موجود في الديستال بارت اللي هو الديستال بارت اوف ذا ستومك، موجود في البادي او في الانتريم، تمام. بشيل حوالي تلتين المعدة زي ما احنا قلنا، او نقول هي 80% من المعدة كمان بتتشال. وبشيل اللمف نودز الموجودة في المنطقة دي، بشيل اللمف نودز والفيرست بارت اوف ديدونم والاومنتوم اللي هو جاسترو كوليك والجاسترو هيباتيك اومنتوم. وزي ما قلنا ان هي يعني ان هي الموربيديتي او ان الفايف يير سرفايفل بيبقى افضل عن ال توتال جاستريكتومي، تمام. يبقى لو قارنا بين التوتال جاستريكتومي والسب توتال جاستريكتومي، اولا ايه اللي بيتشال؟ توتال جاستريكتومي هنقول تاني عشان نحفظ مع بعض، الاستومك بالابر بارت اوف اسوفاجس بالبروكسيمال بارت من الديدونم والحاجات اللي حواليه جريتر ولاسر اومنتوم واللمف نودز. امال السب توتال بشيل فيه ايه؟ بشيل فيه 80% من الاستومك والفيرست بارت اوف ديدونم، وبشيل اللمف نودز والجاسترو هيباتيك والجاسترو كوليك اومنتوم. طيب الانديكيشنز في الاثنين، التوتال جاستريكتومي لو هو بروكسيمال تيومر، لو ديفيوز لو اكبر من 5 سم. طيب السب توتال لو هو في البودي او الانتروم. طيب الفايف يير سرفايفل بيبقى في التوتال جاستريكتومي من 10 ل 15%، انما السب توتال جاستريكتومي بيبقى من 25 ل 45%، تمام. اسوفاجي وجوجناستمي ده اللي بنعمله يعني علشان نوصل تاني الحاجة ببعض عشان الأكل يكمل دخوله جوه الجي اي تي وعلشان الهضم وهكذا، فأنا برجع وصلة بس يعني ما فيهاش كلام كتير النقطة دي. في حاجة اسمها سب توتال جاستريكتومي and gastrojejunostomy، اسم الاسم التاني ليها بلوروث 2. هي تبقى شبه التوتال جاستريكتومي ما عدا ان البروكسيمال بارت من الاستومك بريزرفد، والريكونستراكشن والانستموزس ده بيبقى بين الاستومك والجوجونوستومي. خلينا نعرف ان في انا هنا قلت اسوفوجيو وجوجونوستومي، ده عشان انا شلت الاستومك كلها، ده توتال جاستريكتومي. انما هنا لا، مش كده، هنا سب توتال جاستريكتومي، فانا عملت جاسترو جوجونوستومي، هنا اسوفوجيو، تمام، عشان نعرف بس الفرق. يبقى لو توتال جاستريكتومي واسوفوجيو جوجونوستومي اسمها روكسين واي، تمام. انما لو سب توتال يعني في جزء من الاستومك كان سايباه وعملت جاسترو جوجونوستومي، ساعتها اسمها بلورث 2، تمام. ده بالنسبة للسيرجري. طب بالنسبة للباليتيف، الباليتيف ده للشخص اللي جالي advanced case أو في metastasis كتير، التيومر كبير وعامل obstruction وعامل bleeding وعامل symptoms كتير ومش قادرة أشيل التيومر، ساعتها أنا بعمل حاجات يعني surgeries عشان أقلل ال pain، عشان أ improve ال quality of life، بس مش عشان ال cure، لأ، عشان يعني بمعنى قاسي بس بمعنى أصح إن اللي فاضله في حياته ما يبقاش متعذب فيه. فأنا بعمل إيه؟ ممكن أشيل السموم كلها، بس ده بيبقى مش necessarily أوي يعني، لأن ده مش هيبقى curative. أمال الأسهل إيه؟ الأسهل إن أنا لو مثلا البيشنت عنده obstruction، إن أنا أبدأ أعمل debulking، أشيل جزء من التيومر وأعمل stent فاتحة كده علشان تفضل فاتحة للأكل يعدي، أو إن أنا أشيل الجزء ده وأعمل anastomosis resection anastomosis أو recanalization.
اللي هو اي حاجة علشان بس اوقف الاوبستراكشن، انها مش كيوراتيف. الباليتيف ده للادفانسد تيومر، باليتيف ايكوالز ادفانسد تيومر، سواء احنا بنتكلم على الجاستريك كانسر او اي كانسر تاني. تمام، مشكلته ايه؟ مشكلته ان البيشنت اصلا في هو البيشنت اصلا متبهدل، البيشنت اصلا يعني ايه يعني بيودع، فبالتالي ان النيوتريشن بتاعه مش كويس، فده ممكن يعمل نيوتريشن ديفيشنسي اكتر. ليه نيوتريشنال ديفيشنسي؟ لان هو الاوبستراكشن اللي مخلي الاكل متهضمش كويس، ما يحصلش فيه امتصاص كويس، فبالتالي مفيش استفادة من الاكل اللي بياكله. ممكن الستامب اللي انا حطيتها تعمل ليكج ويحصل سكندري هيموريدج. تمام، طيب بالنسبة للكيمو والراديوثيرابي، في كيسز بتبقى كفاية بس السيرجري، في كيسز لا بيبقى سيرجري وبعديها بوست اوبراتيف كيموثيرابي، في كيسز بتبقى بري وبوست اوبراتيف كيموثيرابي، وفي النص بينهم بيبقى فيه سيرجري. الأدينوكارسينوما بترسبوند ويل للكيمو. تمام، يعني الشخص اللي عنده ادينوكارسينوما لما بديله كيمو التيومر بيقل والحاله بتتحسن ومش عارفه ايه، بس ده مش بيأثر على السرفايفل، مش بيزود حياته. طبعا تاني الامر بيد الله. في الرجيمن بتاعي اللي بديه بيه الكيموثيرابي عباره عن ايبي روبيسين مع السيسبلاستين سيس بلاتين وال5 فلورو يوراسيل لمدة 3 أسابيع 6 سايكلز. الريسبونس ريت بيوصل ل 40%، ده بالنسبة لي ريت عالي. الرجيمن ده اسمه ايه؟ اسمه ماردسن رجيمن. تمام، يبقى الكيموثيرابي الرجيمن بتاعي اسمه ماردسن رجيمن. لو فاكرين كان في اسم تاني قلناه ملهاش علاقة بالرجيمن، قلنا لورين كلاسيفيكيشن، فاكرينها؟ كانت في ايه؟ histological types بتاعة الأدينوكارسينوما. فاكرين إن اللورين كانت مقسماهم لإيه؟ لـ intestinal و diffuse و unclassified. والـ intestinal قلناها ده أطيب علشان في الـ tumor well differentiated وما خافش من الـ adenosquamous cancer على عكس الـ diffuse. يعني بنفكر كده مع بعض. طيب ده بالنسبة للكيموثيرابي. طيب الراديوثيرابي، الراديوثيرابي انا باخده بوست اوبراتيف علشان اقلل ريت اوف ريكيرنس. كده احنا خلصنا المحاضره، اتمنى من ربنا تكونوا استفدتوا، واتمنى من ربنا ان يكون خفيف عليكم. وقبل ما اقول ثانك يو، خلينا نعمل ريكاب كده مع بعض شويه. هسال سؤال واتمنى ان انتوا ايه تكونوا بتردوا كده معايا عليه، عشان انا ما عملتهاش في سلايد، بس مش هين عليا ان انا اقفل من غير ما نفكر سويا. ايه الموست كومن سايت للجاست تيومر، اللي هو التيومر اللي بيجي في الجي اي تي؟ ستومك، هعتبركم قلتوها. تقدروا تقولوا لي ايه الكونديشنز اللي بعتبرها ريسك فاكتورز للأدينوكارسينوما؟ هما ال predisposing factors اللي هما زي ما قلنا 3 P 2 A 1 G 1 M: chronic peptic ulcer, previous resection, pernicious anemia. والاثنين ال A عبارة عن atrophic gastritis, adenocarcinomatous polyp، والgastric remnants، والام اللي هو المنريرز ديزيز. تمام، خلونا نسأل سؤال كمان. الجروس تايبس بتوع الأدينوكارسينوما، أنهي فيهم اللي كان بياخد كل اللايرز و early metastasis؟ لينتس بلاستيك، وقلنا ان ده شكله بالباريوم سوالو هيبقى عامل ازاي، ليذر باطل. تمام، الرجمن بتاع الكيموثيرابي في البيشنت اللي عنده ادينوكارسينوم
اسمه ايه الرجيمن؟ مارتسن رجيمن. كام سايكل؟ 6 سايكلز. فاكرين اسامي الادوية؟ رجعوها تاني عشان اكيد مش هتحفظوها على طول كده. True or false, الكيموثيرابي is not effective في حالات الأدنوكارسينوما. False. طيب الكيموثيرابي doesn't affect the survival rate بتاع patient عنده أدنوكارسينوما. True. احنا قلنا ان هو في respond وبيدي respond حلو بس مش بيأثر على the survival rate. الراديوثيرابي برضه عشان ايه؟ عشان اقلل ال recurrence. ROR. ايه ال alarming symptoms بتاعة patient عنده adenocarcinoma؟ افتكر تاني anorexia مع weight loss, persistent pain, epigastric pain, لو proximal هيعمل dysphagia, لو distal هيعمل ايه؟ obstruction. ايه ال most common site اللي بيحصل فيه adenocarcinoma؟ ال antrum. تمام. ماشي. الـ gold standard investigation في الـ adenocarcinoma الـ upper GI endoscopy. طيب الـ gold standard treatment هو الـ surgery. قلنا الـ surgery فيها 2 types أو قلنا فيها 4 types. قلنا اللي هو اللي بشيل فيه الـ بعمل resection للـ ميوكوزا, وقلنا الـ بس مش ده اللي انا عايزه اتكلم عنه. انا عايزه اتكلم عن التايبس بتاعه الاوبن اوبريشن. قلنا في اللي هو روكسين واي, والتاني اسمه بيلروث 2. الفرق بينهم ايه؟ ده توتال جاستريكتومي مع اوسوفوجيو جوجانوستومي, والتاني سب توتال جاستريكتومي مع جاسترو جوجانوستومي. ربنا يوفقكم يا رب ويسر لكم الحال, وأتمنى تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.